رسمين الشكيمة مطلوبة. الأدوات هذه ليس دليلي أنها موجودة الرسمة، دليلي أنها موجودة أمور أخرى والرسمة أكدت. لكن الأمر اللي نتكلم عنه في الأمور الأخرى ما تكلموا عنها أبدا، بس في الرسمة موجود. إذا في مجال الشك أكبر، ومع ذلك ما أبغى أتكلم في النقطة، يعني ما أرى مو موجود، أرى موجود. يعني أنا ما قد ناقشتك أقول موجود، أقول موجود لكنه ليس ميزة، أو على الأقل ليس من أهم الميزات. تكلموا عن جميع أمور الخيل. أكلمك عن بعض الكتب، تكلم عن المعلقات العشر كاملة، السبع والعشر، الثلاث الباقيات. تكلم عن ديوان الشنفرة كامل، تكلم عن ديوان امرئ قيس كامل، ديوان زهير كامل، ديوان الأعشى كامل، ديوان النابغة كامل، ديوان الأخطل وجرير والفرزدق وذي الرمة كامل. كامل. ولا بيت عن شوالف النساء، ولا بيت واحد. تكلم عن جميع الأمور، امرئ قيس حتى وصل للذيل. وأنت إذا استدبرته وسد فرجه وبضافي مفويقة الأرض ليس بأذين، إن جيت من وراه تشوف الذيل طويل لكن ما يمس الأرض، لأن العربي عندهم إن الذيل لمس الأرض عيب. ليس بأعزل، أكثر الخيل اللي تشول على فكرة فيها تكون أعزل، يعني الأعزل اللي هو ذيله مايل، العسيب حقه يكون مايل عشان يشول زين. يعني أنت قد اللي يكون أعزل، ولا قال جاب طاري شوال، يعني وصل للذيل المفروض كمل معروفه وتكلم في شوال، ما تكلم في شوال، ما قال عشان يشول. إذا لما أقول لك جيب لي بيت واحد وتحاول تعصر جميع الأبيات بيديك ورجليك وتطلع خلينا نقول 10 أبيات نصها محرف ونصها مو متفق على شرحه، وأعطيناك زيادة كذا هدية من عندنا 90 بيت. إذا عندك 100 بيت، طبعا أنا أرى أنه ما يمكن تجيب 10 أبيات، لكن خلينا نقول مثلا 100 بيت عن شوال والفنسة، ويواجهها آلاف آلاف على الأقل الأبيات، خلينا نقول مئات الأبيات عن جميع الأمور الأخرى في الخيل اللي تناقض تماما مواصفات الجمال الحالية، مو بس ضدها، عكسها تماما. وأقل من النقاش، لاحظ لمة الحصان، عرض الرقبة، لاحظ كبر الصدر وعرض الرقبة، إثبات لا يقبل النقاش أن أقرب للجزيري الحالي أو خيل القوة الحالية من خيل الجمال الحالية. لاحظ معها يعني صورة جيش تحت تركيبات الخيل، لمة كبر قطعة الحصان، أبدا ما تلقى المس اللي يجيك المس ظهر وما أدري رقبته، وقفة الجمال يسمونها وقفة الجمال. لكن لاحظ لمة الحصان هنا، مع أن رسم زيادة زيتي، لاحظ يعني هذا حج، يعني انا قاعد الحين قاعد اتكلم عن الشيء اللي يرونه حجه لهم مو بلك، يعني زي ما تقول قاعد تغلبه في ملعبه، في ملعبهم تغلب، تفوز عليهم ملعبهم في ارضهم. ما في مبالغه في فنزه، ما هي مبالغه بالشوال، والتركيبه تركيبه جزيري بحت، او خليك من الجزيري، اقرب لموستانج من خيل الجمال، اقرب للبربري من خيل الجمال، خليك اترك من الجزيري، اقرب لموستانج من خيل الجمال، اقرب للنص بنص، اقرب من خيل الجمال بشكل واضح. هنا لو تلاحظ في قرب من خيل البربر، موضوع بلهم، طبعا جميع الاشياء مكتوب عليها بلهم مساهم في موضوع الشكيمه والادوات، بس طبعا نقاش اخر ما له علاقه بموضوع هذا. لاحظ تركيبه الحصان هنا، شوف الرقبه ضعيفه واقرب لخيل الجمال، ثم تشوف الجسم، الجسم سنتر بيت، يدلك على تناقض الرسومات الزيتيه. ايضا لاحظ انه قال انه معركه وهجوم وغزو وكذا، هتتكلم في النقطه هذه تحت عنها. ولاحظ البغل هنا او الحمار قاعد ياكل، يعني اثناء غزو اثناء هجوم قاعد ياكل، والثاني منزدح، لاحظ بارك، يدلك على التناقض في فكر الرسام. ما يمكن اي مخلوق اثناء غزوه زي كذا او اثناء هجوم زي كذا، او حتى لو خلينا نقول مثلا ناس راكبين خيلهم زي كذا ما يخاف، تلقاه محتر وخايف نظرهم، مستحيل يحقرهم بشكل واضح زي كذا، ومستحيل ذا يحقرهم بشكل واضح زي كذا، ومستحيل الناس اللي يحقرونهم زي كذا. لاحظ ومع رمح ويأشر يقول اهجم، والخيل وراه هاجمه، التناقض في الرسمه. رسمه جميله بس كفكر، لما تاخذ الرسمه كدليل لابد ان تتعمق. انت قد تشوف رسمه وما شاء الله رسمه حلوه، ما راح انتقدها، لكن لما تاخذها كدليل طبيعي بطلع عيوبها وبطلع ميزاتها، لابد من حقي. يعني هذه الرسمه هنا انا بسوي مربع عكس هنا، خدعه عشان بسوريك الى اي مدى. الحصان ده اقرب لليمين، اقرب لتركيبه الخيل. وش واحد يطمر والله هذا حجه لنا، طيب حلو، تدري الحصان ده وش هو؟ هذا يتكلموا عن خيل، موضوع الخيل العربية لما دخل فيها الخيل الدماء الثربيد، وساعات كاتب عليها وجع شريطي بلهم، يعني هذا شريطي والبلهم اللي مركب عليه. هذه بيتكلموا في الموضوع هنا عن بداية ظهور الثربيد، ان الخيل العربية اساس الثربيد او رجوع الثربيد للحصان العربي. لاحظ تركيبة الثربيد قال لك اقرب الخيل، وبالفعل تركيبة الخيل الثربيد اقرب من نواحي معينة، من ناحية المسة، من ناحية الطول، لخيل الجمال من خيل القوة، لكن تناسقها طبعا أقرب لخيل القوة من خيل الجمال. لاحظين نابليون، صور نابليون، شوف تركيبة حصان راكبة،
بناء عليه كان صدر حصان جمال. في حصان في الجمال في العالم تصدر زي كذا، طبعا تلقى بس نادر جدا. قصدي هذا شوف قطعة الحصان هنا، لمة الحصان، شوف عقوبة، بس شوف عقوب بالحالة، شوف فخذ الحصان بالحالة. هناك شوف عرض رقبة الحصان ذا وصدره. هناك لاحظ عدم التكلف في الفلسة، دائما حد مهما حطوا فلسة إلى حد كبير صعب جدا إنهم يتكلفون، خاصة الرسوم اللي زي كذا تحسها تاريخية قوية. خليكم من رسومة الحصان بالحالة تحت الشجرة، يعني طبعا هي تكلمت الظاهر عنها. لدي أمبلانت بلهم شكيمة دريساج، بالله عليك هذه فرس تركيبتها تركيبة مصرية، هذه من خيل كرابت، من خيلها هي الخاصة. هذه الفرس حاليا من أقرب للخيل الجزيرية، حتى الخيل الجزيرية هذه قالك انها يعني عندهم نظرهم اجمل من الحصان الفرس هذه. هذه من خيل كرابت، من اشهر خيل لدي ام بلانت، ثلاث ارباع الخيل الجمال حقتهم ترجع لها. ايضا هنا هذا ولفرد بلانت زوج لدي ام بلانت. اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك. هذه تركيبة الفرس هذه من تركيبة فرس جزيرية، هذا طبعا فرس مصرية يعني مفترض. اتبع خيل الكرابت من اكثر الخيل من عباس باشا، اخذت بعض الخيل من حايل لكن اكثرها من خيل عباس باشا. مفترض هاي تكون امهات المصريات، امهات خيل كرابت. الدليل القطعي على كلامي شوف خيل كرابت الحاليه وقارنها بامهاتها وابائها اللي زي هذه، يعني اللي من نفس الخط. لاحظ الام والابو هذه اقرب للجزيري الحالي من خيل كرابت الحاليه. ضربه قاضيه لا تقبل نقاش. برضه شوف رسمه هنا، تركيبة الحصان، شوف انضمام الرجل على بعض، على دخولها على بالشكل هذا على بعض، يعني في تناقض. هذا طبعا تكلمت عنه مسعود، اتوقع تكلمت عنه. فطبعا الكتاب وصلت 28 دقيقة، وصلت نص ساعة وانا ما زلت اتكلم، فاقدر اتكلم الى بكرة. بس انه يعني هذه النقاط اللي بغيت اوضحها. لاحظ كبر قطعة الحصان هنا، يعني في صور زيتية واجدة. هذه برضه مقطع شوف القطات، برضه شوف هنا تركيبة الحصان، أقرب الخيل بربر من خيل العرب. شوف تركيبة الحصان هذا اللي وراء على اليسار، في حصان جمال في التاريخ زي كذا تركيبته، في التاريخ كله في حصان جمال تركيبته كذا. وتوريهم حصان ذا حاليا قد كتش. لاحظ هنا أقرب للوصل يبغى ليش السرج. يعني برضه كم تظهر تكلمت عن هذا حصان السلطان العثماني. هنا برضه رسمه العثمانيين واليونانيين الظاهر يوم التقدم. لاحظ هنا الحصان هذا على اليمين عثماني. لاحظ شو العمامه، لما العثمانيين تصالحوا مع الاوروبيين في صلح معين، هذا اوروبي. شوف تركيبه الحصان يراقب الاوروبي، هذا حصان اوروبي، هذا حصان اوروبي، هذا حصان قائد اوروبا او قاده اوروبا ذاك الوقت، ظاهر انه فيينا يوم النمسا والعثمانيين صار بينهم قتال معركه وتصالحوا. هذا تركيبة حصان عربي، قائد الأوروبيين، قائد الجيش الأوروبي، حصان عربي. هذا يدلك على كذب الرسمة أو عدم دقتها أو عدم اهتمامها في النقاط دي، وما تلومه طبعا، بالنهاية هي رسمة ما يثقب الأمور هاي. بعد تركيبة الحصان على اليسار، لاحظ صدر الحصان اليمين ثم شوف عدم عرض رقبته، تناقض. هذه بعض الأدلة، لاحظ تركيبة الحصان هذا حتى أنا أحط عليه دويرة، لاحظ. هذا ما أدري كان واضح الدويرة ولا لا، أقرب الخيل البربر كلها. حجة لا تقبل نقاش في موضوع الخيل الجزيرية. جزيري بحت. فهذه عدة نقاط أيضا، ها كل ما قلبت لاحظ، كل ما قلبت تطلع لك حجة. هنا برضه طبعا لاحظ الراس والرقبة أقرب اللي يبغون الجمال، وحتى الشوال أقرب للجمال، لكن شوف صدر الحصان، شوف قطعته، شوف عرض بطنه، تناقض. مو بس حجة لا، شوف تناقض أصلا في رسمه نفسه. هنا برضه أقرب للقوة من الجمال. هنا طبعا الكرتون كنا الخيل حقت الملاهي، ناقب الجزيري طبعا من مع الرقبه فيها حجه للحقين الجمال. لاحظ يعني هذه بعض النقاط المرتبطه. بحاول اجزء المقطع اجزاء لانه طبعا طويل، بس هذه عده نقاط كدليل النقطه اللي ابغى اتكلم فيها. والله العظيم الصواب.